السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مانو للهاند ميد والكروشيه. أهلا بكم مرة تانية في قناة مانو للهاند ميد والكروشيه. بناء على طلب أختي وحبيبتي وصاحبتي ناريمان، طلبت مني طريقة عمل جاليه أو جاكيت كوت صيفي. بالنسبة للجاكيت الكوت الصيفي ده، النهاردة هشرحه لكم بطريقة سهلة وبسيطة ازاي ننفذه للأطفال أو للكبار. بالنسبة للأدوات اللي هستخدمها، الجلي ده أنا هعمله من مربع الجيراني، عبارة عن مربعات من الجيراني، عدد معين من مربعات الجيراني بألوان مختلفة. طبعا تقدروا تنفذوه بالألوان اللي انتوا حابينها، بخيط قطن سواء قطن سميك او رفيع على حسب المتوفر عندكم. ايه، هستخدم 16 مربع من مربعات الجيراني، وفي الشرح ان شاء الله هوضح لكم ازاي نكبر ونصغر من حجم البلورو او الجاكيت او الجلي ده. هستخدم 16 مربع من مربعات الجيراني، وهستخدم معاه ابره مقاس 3.5 مليمتر، وهستخدم ابرة تنظيف عشان انظف الخيوط الزايدة. طبعا انا شرحت لكم طريقة عمل مربع الجيراني بالتفصيل، وكمان شرحت لكم طريقة تغيير اللون في مربع الجيراني بالتفصيل، وكمان هستخدم طريقة تثبيت مربع الجيراني باستخدام خرزة المزلقة، كمان شرحت لكم بالتفصيل، وبرضو هشرحه لكم في الفيديو بطريقة سريعة، بس هسيب لكم لينك الشرح في الوصفة اسفل الفيديو. ودلوقتي هبدأ اشرح لكم طريقة عمل الجلي بكل سهولة. الجلي او الجاكيت الكات. زي ما وضحت لكم في بداية الفيديو، انا هشرح لكم ازاي نعمله باستخدام وحدة مربع الجيراني. انا كنت شرحت لكم طريقة عمل وحدة مربع الجيراني بكذا لون مختلف، اللي هو طريقة تغيير اللون في وحدة مربع الجيراني، وكمان شرحت لكم طريقة عمل مربع الجيراني بالتفصيل. هسيب لكم لينك الشرح في الوصف اسفل الفيديو بالنسبة للناس اللي لسه ما تعرفش تعمل وحدة مربع الجيراني. بالنسبة انا هحتاج كم وحدة من مربع الجيراني ده؟ هحتاج 16 وحدة من مربع الجيراني. طبعا تقدروا تستخدموه بالالوان اللي انتوا حابينها واللي انتوا عاوزينها باي خيط. وكمان الجلي ده او الجاكيت ده بيتعمل صيفي وشتوي. طبعا الصيفي بنستخدم الخيط القطن، والشتوي بنستخدم الخيط الصوف. هنبتدي نوزع توزيعات المربعات ازاي. الاول هنبتدي من منطقة الوست، بنقفل الاول منطقة الوست، يعني بنبتدي من تحت، بعدها بنبتدي من فوق منطقة الاكتاف والظهر، وبنبتدي بعدها نعمل الحمالات. تمام، فاحنا انتوا حابين ان الاول هنقفل وحدة مربع الجيراني دي باستخدام غرزة المزرقة. برضو انا شرحتها لكم طريقة تقفيل وحدة مربع الجيراني او تشبيك وحدة مربع الجيراني باستخدام غرزة المنزلقة. انتوا حابين تقفلوا باخر لون في المربع، اوكي مفيش مشكلة. حابين تغيروا اللون تقفلوه بلون مختلف، بس برضو يبقى في نطاق الالوان اللي تبقى في المربع، تمام مفيش مشكلة. انا حابة ان انا اغير وهقفل بلون مختلف، يعني عشان حابة يكون في تغيير في الجلي ويبقى في تغيير في الالوانات، ما يبقاش كلها واحدة. اوكي، فاحنا الاول هنبتدي، هنحتاج 12 مربع الاول علشان نقفل منطقة الوسط والوش كده، اللي هي القطعة اللي من تحت. بعد كده هنقفل منطقة الاكتاف والظهر. فهنقفل الاول هنقسمها ازاي، هتبقى 6 مربعات فوق بعض، 6 من فوق و6 من تحت، يبقى هيبقى كده 12 مربع. فاحنا هنبتدي نرص 6 كده، تمام. طبعا الكاميرا مش هتجيب الستة كلهم، فانا بوضح لكم ازاي احنا بنرصها. ادي واحد كده بنرصها في من فوق كده بالاول، اوكي. بنرص زي ما انتم شايفين، ادي مربع، 2 3 4، ادي كده 5 كده،
ادي كده 6. طبعا الكاميرا مش جايبه الست مربعات كلها، بس انا وضحت لكم ازاي رصيناهم. هنرص 6 مربعات وهنرص 6 من تحت برضو زيهم بنفس الطريقه. بس ما تبقاش الالوانات اللي فوق، يعني نحاول نغير من اماكن الالوان اللي في الوحدات. فهيبقى 12 مربع لمنطقة الوسط والكتف، يعني هتبقى داير ما يدور كده. منطقة الوسط من تحت احنا بنقفل من تحت، تمام. فبعد ما رصينا بالشكل ده، تمام، هنبتدي دلوقتي نقفل وحدات مربع الجيراني باستخدام غرزة المنزلقة. تشبيكهم هنشبكهم في بعض ازاي بقى؟ احنا الاول بعد ما رصيناهم الرصي ده، فهنحتاج ان احنا نشبكهم بالعرض كده. هنحتاج ان احنا الاول نشبكهم بالعرض كده، بعد كده نشبكهم بالطول كل مربعين في بعض، تمام. فاحنا علشان نشبكهم بالعرض كده هنجيب اول مربعين كده، نبقى عارفين مكان الرصة. هنجيب اول مربعين كده بالشكل ده، هنجيبهم، تمام. ادي وش المربع، احنا ده وش المربع، تمام. من وش المربع هنمسك المربعين من الاطراف كده زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. ركزوا معايا في الحتة دي عشان دي اهم نقطة في ان احنا نقفل الجاليه او الجاكيت بتاعنا، تمام. بنجيب الاركان بتاعة المربع بنمسكهم كده مع بعض اهي، بنمسكهم كده. ادي الركن ده والركن ده والركن ده والركن ده، بنمسكهم كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين، تمام. فبنعمل ايه؟ بنحتاج ان احنا بندخل في الحلقة الخلفية من المربع والحلقة الخلفية برضو من المربع التاني. ادي الحلقة الخلفية وادي الحلقة الخلفية التانية. ادي دي بتبقى الحلقة الامامية للمربع ودي بتبقى الحلقة الخلفية. فبندخل في الحلقتين الخلفيتين من الغرز بتاعة المربع كده بالشكل ده، تمام. بنجيب الخيط اللي احنا هنشبك بيه، طبعا احنا بنشبك باللون اللي انتوا حابينه. حابين ان انتوا تشبكوا باخر لون قفلتوا بيه المربع، اوكي مفيش مشكلة. الاول بنعمل عقدة البداية، بعد كده بنبتدي نشبك بغرزة المنزلقة كده بالشكل ده، تمام. طبعا الخيوط الزايدة دي بننضفها. فانا بحتاج ان انا ادخل في الحلقة الخلفية، الحلقة الخلفية المقابلة ليها كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده، تمام. واسحب بقفل ومنزلق، تمام. بدخل في الحلقة الخلفية والحلقة الخلفية المقابلة ليها واقفل ومنزلقة كده بالشكل ده. بستمر لنهاية المربع بنفس الطريقة، ان انا بدخل بالحلقة الخلفية والحلقة الخلفية المقابلة ليها كده واقفل بمنزلقة كده اهو، الحلقة الخلفية كده كده، الحلقة الخلفية والحلقة الخلفية مقابلة ليها، واسحب اقفل ومنزلقة كده بالشكل ده. هذه الحلقة الخلفية وهذه الحلقة الخلفية المقابلة ليها، واسحب اقفل بمنزلقة في كل المربع لحد ما اوصل لاخر غرزة. بعدها اوضح لكم هنقفل المربعين اللي بعد كده، هنشبك الاثنين في بعض برضو والمربعات اللي بعد كده هنشبكهم ازاي. فانا هقفل لغاية نهاية المربع في الحلقة الخلفية، الحلقة الخلفية المقابلة لي بتاعة المربع الثاني، وهقفل بمنزلقة كده بالشكل ده لحد ما اوصل لنهاية المربع. بعد كده هجيب المربعين التانيين وهشبكهم في بعض، وهوضح لكم ازاي هنشبك الاثنين في بعض ازاي كده. الحلقة الخلفية
الحلقة الخلفية المقابلة ليها كده بالشكل ده كده، واقفل بمنزلقة. هستمر بنفس الطريقة الحلقة الخلفية والحلقة الخلفية المقابلة ليها، وبعدها هنقفل باقي المربعات بنفس الطريقة، بنقفلهم بالعرض بعد كده بالطول كده. وصلت كده لنهاية المربع زي ما انتوا شايفين، قفلت في كل حلقة والحلقة الخلفية المقابلة ليها تمام. بعد كده هاخد الحلقة واحدة من غرزة واحدة من اللي في الركن، بيبقى عبارة عن غرزتين، هاخد غرزة واحدة بس كده تمام، والغرزة المقابلة ليها كده برضو الحلقة الخلفية تمام، وهقفلها برضو بمنزلقة كده بالشكل ده تمام. بعدها هعمل ايه؟ هجيب المربعين التانيين برضو بنفس الطريقة، ادي وش المربع وادي وش المربع التاني، بيبقى الظهر كده، الظهر على الظهر كده بالشكل ده تمام، برضو بنفس الطريقة. وبجيب اركان المربع، اول غرزة في ركن المربع بدخل فيها وبقفلها بمنزلقة، دي بشبك المربعات في بعضها، بدخل في اول ركن اهو، اول غرزة في الركن او الكورنر بتاع المربع كده، بسحب وبقفل بمنزلقة في المربعين اللي قبلهم علشان اشبك المربعات كلها في بعضها تمام. يبقى انا بعمل ايه اهو، ادي اخر غرزة، اخر غرزة معايا، اخر غرزة تمام، بدخل في اول غرزتين اللي هي بتاعت الكورنر او الركن كده، بسحب بقفل بمنزلقة كده بالشكل ده تمام. بعد كده بعمل ايه في الغرزة والغرزة المقابلة ليها؟ بنفس الطريقة بدخل في الغرز والغرزة المقابلة ليها، بسحب وبقفل بمنزلقة كده بالشكل ده، لحد ما بوصل لنهاية المربع. وبرضو بعد كده برضو بجيب المربعين اللي بعد كده بيبقى بنفس الطريقة، برضو بقفلهم بنفس الطريقة ديت تمام، والمربعين اللي بعدهم وهكذا لحد ما بقفل ال 12 مربع كلهم في بعض، بقفلهم بالطول. بعد كده هوضح لكم هنقفل بالعرض ازاي تمام، هقفل كل المربعات بالطول كده، وبعد كده هرجع لكم وهوضح لكم هنكمل باقي المربعات هنقفلها بالطول ازاي. هنقفلها كده بالعرض الاول اوكي، هوضح لكم بعد كده هنكملها ازاي. انا بعد ما قفلت بالعرض كده بغرزة المنزلقة، هبتدي دلوقتي اقفل بالطول. انا كنت قفلت المربعات كلها بالطول بس سبت اخر مربع معاكو، المربعين دولت هنقفلهم مع بعض، هوضح لكم ازاي دلوقتي. هنجيب القطعة عندنا كده بالشكل ده ادي، هننفذ نفس الطريقة في كل المربعات بالطول تمام. فاحنا هنجيب القطعة، المربع والمربع المقابل ليه، المربع برضو والمربع المقابل ليه، هنمسكهم كده بالشكل ده تمام، التطبيقة دي بنفس التطبيقة دي، هنروح لفين القطع معانا بكده تمام، هنلفها كده بحيث ان احنا هنشتغل بالعرض تمام. كده هنبقى شغالين بالعرض بنفس طريقة العرض اوكي. فهجيب هدخل في الغرزة والغرزة المقابلة ليها كده بالشكل ده، بسم الله الرحمن الرحيم، هفضل اعمل عقدة البداية تمام، وهدخل كده هقفل بمنزلقة بسم الله الرحمن الرحيم كده،
تمام. ادخل اعمل غرزة منزلقة تمام. بعدها هدخل في الغرزة برضو الغرزة المقابلة ليها بنفس الطريقة طول ما احنا ماشيين، الغرزة والغرزة المقابلة ليها. اوكي ادي الغرزة ادي الغرزة المقابلة ليها كده بالشكل ده، بسحب كده وبقفل ومنزلقة الغرزة والغرزة المقابلة ليها، اسحب وبقفل بمنزلقة بنفس الطريقة لحد ما بنوصل لتقاطع المربعين دول اللي هو بالعرض بنفس الطريقة، الغرزة والغرزة المقابلة ليها كده بالشكل ده، ادي الغرزة والغرزة المقابلة ليها كده، واسحب واقفل بمنزلقة. بناجي في الغرزة اللي هي غرزة السلسلة اللي ما بين كل تلت غرز وتلت غرز عمود بلف. اهم خطوة احنا وبنشتغل علشان يطلع معانا الشغل معانا مظبوط، نفس الابرة اللي احنا عملنا بيها المربع نفس الابرة اللي نقفل بيها. يعني مثلا قفلنا اشتغلنا بابرة اربعة يبقى نقفل بابرة اربعة، ما نقفلش بابرة ناقصة او زايدة. لو قفلنا بابرة تلاتة ونص او تلاتة الشغل هيكش معانا، لان طبعا الغرز بتتطبع على حسب الابرة اللي احنا بنشتغل بيها. اوكي فبدخل في الغرزة والغرزة المقابلة ليها كده بالشكل ده وبقفل بمنزلقة كده الغرزة والغرزة المقابلة ليها، بدخل كده وبقفل بمنزلقة لحد ما بوصل لتقاطع المربعين. هوضح لكم في حتة تقاطع المربعين هنقفلها ازاي كده. كده لحد ما وصلت لتقاطع المربعين. في الحتة بتاعت التقاطع ديت الوصلة لما بين المربعين اللي هي بالعرض، بعد احنا كده بنقفل بالطول تمام. فبدخل كده في التقاطع ده بعمل زي غرزة حشو كده. ليه بعمل غرزة حشو؟ لاني لو قفلت بغرزة منزلقة هتكش معانا القطعة ومش هتبقى مظبوطة تمام. فبدخل برضو بعد كده ادي الركن او الكورنر بيقابلني بتاع المربع، بدخل في غرزة السلسلة والغرزة المقابلة ليها كده في الحلقة الخلفية، بدخل وبقفل بمنزلقة كده بالشكل ده الغرزة والغرزة المقابلة ليها كده. كده بقفل بمنزلق لحد نهاية القطعة بنفس الطريقة. بعدها هنشبك المربعات للأكتاف برضو بنفس الطريقة، بس هوضح لكم تقسيمة التشبيك ازاي. هكمل باقي المربع كده وبعدها هوضح لكم هنكمل باقي الشغل معانا ازاي. كده خلاص قفلت التقفيلة بالطول وبالعرض كده، ادي بالعرض وادي بالطول كده كل المربعات. بعد ما بنقفل بنبتدي كده نعمل منطقة الاكتاف والظهر. المربع ده بصوا هو عشان طبعا الست مربعات او الاتناشر مربع مش بياجي كلهم تمام زي ما انتوا شايفين، فانا هطبقها لكم التطبيقة هتبقى معانا ازاي. ادي مربعين دول طبعا بيبقوا للجنب، وده مربعين دول للوش، وده ادي مربعين الوش التانيين
تمام، بيبقوا جنبين، جنب يمين وجنب شمال، اوكي. وادي اللي هي منطقه الجنب بيبقوا برضو مربعين، بيبقى نصه في الظهر ونصه في الوش، ادي نص في الوش تمام، والنص التاني ادي في الظهر، ادي الظهر معانا بيبقى كده، بيبقى عباره عن اربع مربعات بنفس الرسمه اللي انتوا شفتوها في بدايه الفيديو كده، اللي هي صوره الغلاف بتاعه الفيديو، تمام. ادي اربع مربعات، وادي المربعين اللي في الوسط اللي في الجنب يعني، والمربعين اللي من قدام دولت. بنيجي بعد كده بنعمل ايه؟ دول طبعا مش هنعمل فيهم مربعات، مش هنشبك فيهم مربعات، لان بيبقوا بتوع حردة الابط، وبتبقى الفتحة بتاعة الدراعات عشان تبقى نكون حردة الابط، تمام. فاحنا بناجي بنحط مربع، بنشبك مربعين هنا في الظهر كده، بنشبكهم بالعرض، بعد كده بنشبكهم بالطول، يا اما بنشبكهم في الطول بالطول مع بعض كده بنفس الطريقة، هي الطريقة. بعد ما بنشبكهم تمام، هنشبك كده المربعات، هتبقى مربعين كده بتوعات الظهر، تمام. فاحنا بنعمل الايه؟ بنيجي نشبكهم بنفس الطريقة، الغرزة والغرزة المقابلة ليها، تمام. وبعد كده بنشبكهم في الظهر، بنحطهم كده وبنشبكهم في العرض بالظهر، اوكي. بعد كده بنعمل ايه؟ بعد ما بنشبكهم في الظهر بنفس طريقة التشبيك، هي بغرزة المنزلقة، بنيجي بنجيب المربعين اللي باقيين، ادي مربع وادي مربع، بنشبك اللي هو بتاعه منطقه الوش، ادي مربع وادي مربع، بنشبك كده، بنجيب المربع ده على ده كده بالشكل ده، وبنشبك، بندخل في الغرزه والغرزه المقابله ليها بنفس الطريقه، ودي برضو بنفس الطريقه. بعد كده بعد ما بنشبك المربع ده والمربع ده والمربعين دولت بتعوت الظهر، بنبتدي بعد كده نعمل الحمالات وحردة الابط. فانا هشبك المربعين دول بنفس الطريقة، تمام، الاربع مربعات دول بتاعت الظهر بتاعت الوش، وبعد كده هرجع لكم هوضح لكم هنعمل منطقة الحمالات بتاعت الجاكيت او الجاليه ده ازاي، وهنرجع برضو نعمل حردة الابط بتاعت الجاليه مع بعض ازاي. هكمل باقي التشبيك وبعد كده هوضح لكم هنكمل باقي الجاليه ازاي. انا هنا بعد ما قفلت مربعات الجيراني ده في بعضها كده في الوش وفي الظهر زي ما انتوا شايفين، وزي ما وضحت لكم ازاي بنفس طريقه تقفيله العرض من تحت اللي هي في منطقه الوسط بنفس الطريقه زي ما وضحت لكم، هبتدي اعمل الحماله بتاعه الجاليه او الجاكيت اللي هي الحته القط ديت، تمام. بنعملها من غرزه الجيراني العاديه اللي هي بتبقى عباره عن ثلاث غرز عمود بلفه سلسله، وبندخل في الفراغ اللي بعد كده بنكون ثلاث غرز عمود بلفه سلسله، وهكذا لحد ما بنملى الفراغات اللي احنا عاوزينها، تمام. فانا هبتدي اجيب الخيط كده بالشكل ده، هبتدي الاول المعتاد اللي احنا عارفينه، اي بدايه اي حاجه بتبقى بدايتها عقده البدايه، بنعمل عقده البدايه كده بالشكل ده، تمام. فهدخل في الكورنر بتاع المربع، الكورنر ده كده او الركن دوت بتاع المربع، هدخل فيه وهرتفع بثلاث غرز عمود بلفه، اوكي. الاول كده هقفل كده، تمام. بعد كده هرتفع بثلاث غرز عمود بلفه، ادي واحد اتنين ثلاثه، ارتفعت كده الثلاث سلاسل. بعد كده هدخل هعمل غرزتين عمود بلفه، ادي واحد اتنين، الثلاث سلاسل دولت هعتبرهم اول غرزه عمود بلفه، تمام. فانا محتاجه ان انا اقسم المربع اللي معايا ده لنصين، فبشوف عدد الفراغات اللي معايا، فراغ اتنين تلاته اربعه خمسه سته، تمام. فانا هشتغل في ثلاث فراغات، والتلات الفراغات اللي التانيه مش هشتغل فيها. فده اول فراغ بالنسبة لي اشتغلت فيه تلات غرز عمود بلفة سلسلة. هنتقل على الفراغ اللي بعده هشتغل فيه كمان تلات غرز عمود بلفة، ادي واحد اتنين تلاتة سلسلة. هنتقل على اخر فراغ كده بالنسبة لي، عشان انا زي ما وضحت لكم قلت لكم هنشتغل في تلات فراغات بس، تمام. ادي فراغ، ادي سلسلة، بعد ما عملت السلسلة هشتغل تلات غرز عمود بلفة، ادي واحد اتنين ثلاثة، تمام. كده انا كونت اساس الكتف او الحمالة بتاعة
الجاليه او الجاكيت اللي معايا ده. تمام كده كونت اللي هو الثلاث فراغات، واللي هو اللي هنشتغل بناء عليها هنشتغل غرزه الجراني. تمام فهرتفع بثلاث غرز سلاسل، ادي واحد اتنين تلاتة، وهلف القطعة عندي كده بالشكل ده. طبعا هتبقى واصلة ما بين الوش والظهر كده زي ما انتوا شايفين، انا اشتغلتها هنا الحمالة ديت، فانا حبيت اوضح لكم. هتبقى هنشتغل 13 سطر من غرزة الجراني، فانا ده اول سطر بالنسبة لي، ده كده تاني سطر بعد ما ارتفعت ثلاث غرز عمود، بعد ما ارتفعت ثلاث غرز سلاسل اعمل كمان سلسلة اللي هي زي سلسلة السلسلة اللي ما بين كل ثلاث غرز والثلاث غرز الثانية. تمام هشتغل في الفراغ، اول فراغ يقابلني هشتغل فيه ثلاث غرز عمود بلفة، ادي واحد اتنين تلاتة. بعد كده هعمل سلسلة هدخل على الفراغ اللي بعد كده هشتغل فيه ثلاث غرز عمود بلفة كمان، ادي واحد اتنين تلاتة سلسلة. بعد كده كده مفيش فراغات عندي، فهدخل في السلسلة رقم ثلاثة كده دولت، هدخل فيها وهكون غرزة عمود بلفة كده، اللي هو كأني كونت فراغ، ادي فراغ اتنين تلاتة. الاساس بتاع السطر اللي بعد كده هشتغل لحد ما ارتفع ب13 سطر، ادي كده سطر اتنين، انا كده اشتغلت سطرين، هشتغل كمان 11 سطر. تمام طول ما انا ماشية اعد عدد الاسطر علشان ما زودش سطر او انقص سطر ويبقى الشغل مش مظبوط معايا. تمام ادي كده السطر رقم ثلاثة. تمام بشتغل في كل فراغ يقابلني بشتغل فيه ثلاث غرز عمود بلفة سلسلة، وبنتقل على الفراغ اللي بعده بشتغل فيه ثلاث غرز عمود بلفة سلسلة لحد ما بوصل لنهاية السطر معايا. تمام وبعد كده ببتدي السطر الجديد ان انا برتفع بثلاث غرز سلاسل، اوكي بالشكل ده ببتدي السطر الجديد برتفع بثلاث غرز سلاسل، ادي واحد اتنين تلاتة، وفي اول فراغ يقابلني بشتغل فيه ثلاث غرز عمود بلفة بالشكل ده سلسلة. بنتقل على الفراغ اللي بعد كده بكون ثلاث غرز عمود بلفة، ادي واحد اتنين تلاتة كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. تمام هشتغل لحد ما ارتفع وعدد الاسطر يبقى معايا 13 سطر. بعد كده هنقفل الوش بالظهر، المنطقة دي اوضح لكم هنقفلها برضو بغرزة المنزلقة بنفس تقفيلة المربعات في بعضها وتشبيك المربعات بنفس التشبيك. انا هنا طبعا غيرت اللون، حبيت ان اللون يبقى بتاع الكتف بنفس لون المربع، اخر لون في المربع، عشان خاطر ما يبقاش ان انا كأني كده ملبخة والشكل الجلي او الجاكيت يبقى مش مظبوط. فانا التقفيلة حاجة والشغل نفسه الاساس بتاع الجلي او الجاكيت حاجة تاني خالص. طبعا انتوا ممكن حابين ان انتوا تقفلوا باخر لون اشتغلتوا فيه المربع، اوكي مفيش مشكلة، بس انا كده هرتفع لحد ما اوصل ل 13 سطر، وبعدها هوضح لكم هنكمل باقي الجلي ازاي، وهنعمل بعد كده حردة الباط اللي هي هنا اللي بتدينا تدويرة الباط، مش عايزين تبقى مدينا زي حرف ال ال كده، لا عايزين تبقى متدويرة زي التدويرة دي. انا كنت هنا عاملة حردة الباط هنا، فهوضح لكم برضو ازاي هنشتغلها ازاي. طريقة الجلي ده سهلة وبسيطة جدا، اهم حاجة نركز في تشبيك المربعات، وتشبيك المربعات احنا وشغالين ما نشدش ايدينا احنا وشغالين، وتبقى ايدينا مرخية في الشغل، ما نحاولش ان احنا نشد اعصابنا في الشغل علشان خاطر الشغل يبقى معانا مظبوط ويبقى معانا مش مشدود كده ومكرمش في النص، ونحس بعد كده خلاص ان احنا كده اشتغلنا حاجة مش مظبوطة ومش عجبانا مش عايزين نلبسها، او ممكن لو انت واخدها كمشروع مش هينفع ان انت تبيعيها الزبونة او صاحبة الجلي اللي انت هتعمله لها، ممكن ما يعجبهاش يقولك فيها غلطة في النص فيها حاجة كده، فوارد يعني
طبيعي ان الزبونه او صاحبه الحاجه اللي انت بتعملها لها اكيد طبعا بتفصفص الحاجه سنتي بسنتي وملي بملي، فعشان كده احنا بنتخطى اي اخطاء وبنراجع اخطائنا لو في اي خطأ من الاول بنتفاداه عشان خاطر ما نضطرش ان احنا نفك الشغل احنا وبنشتغل. دي اهم حاجة من الاول نلاحظ لو في اي غلطة اي حاجة نخلصها نتمن عليها نأمن عليها من الاول. ليه بقى؟ عشان لو في اي غلطة من الاول نظبطها. اوكي، انا ارتفعت كده لحد ما عدد الاسطر وصل معايا 13 سطر من غرزة الجيراني زي ما انتم شايفين. الكتف او الحمالة بتاعت الجالي او الجاكيت بقت معايا كده بالشكل ده. دلوقتي هبتدي اقفلها في الظهر، في منطقة الظهر، عشان خاطر تبقى معايا زي ما انتم شايفين كده. طبعا الحمالة مش هتبقى في منطقة واحدة بس، تمام. هبتدي الف الجالي او الجاكيت معايا كده بالشكل ده كده. تمام، هنشتغلها بالطريقة المعتادة بتاعتنا اللي هي بندخل في الغرزة والغرزة المقابلة ليها وبقفل بمنزلقة. تمام، ادي الغرزة وادي الغرزة المقابلة ليها كده بالشكل ده. بظبط الاول الغرز فوق بعضها، بدخل في الغرزة والغرزة المقابلة ليها وبقفل بمنزلقة. اوكي، اهم حاجة نبقى ظابطين الحاجة تبقى معانا في النص، ما تبقاش مش مظبوطة كده ومعوجة. اهم خطوة احنا وبنعمل الاول كده هقطع خيط طويل بحيث ان انا الخيط ده اقفل بيه. تمام، كده ادخل في الغرزة والغرزة المقابلة ليها. بسحب بقفل بمنزلقة الغرزة والغرزة المقابلة ليها كده. دي الغرزة ودي الغرزة المقابلة ليها، بسحب كده بالشكل ده وبقفل بمنزلقة، وهكذا لحد ما اوصل لآخر غرزة بنفس الطريقة كده.
وصلت لاخر غرزه كده، دي الغرزه والغرزه المقابله ليها كده تمام. بعدي عليهم مرتين عشان خاطر ما تفكش معايا مع الاستعمال ومع الغسيل، حاجه تبقى مظبوطه ما تفكش معايا كده بالشكل ده. بس نحاول ان احنا نطول من اخر فتله كده عشان خاطر ما نيجي نقفلها بابره التنظيف برضو تبقى مظبوطه. طبعا اي خيوط زياده بننضفها تمام. بعد ما عملت كده الحماله هبتدي دلوقتي اكون حرده الابط. طبعا حرده الابط هتبقى معموله في الوش وفي الظهر زي دي بالظبط كده، دي معموله ادي في الوش وادي في الظهر. فهجيب الخيط بتاعي هعمل عقدة البداية كده بالشكل ده تمام. فهدخل المربعات عندي بتبقى عبارة عن ادي مربع وادي كورنر تمام، كورنر من المربعات وادي مربع تاني. فبدخل في المربع ده، ركزوا معايا، بدخل في المربع ده تمام، بدخل كده في الغرزة كده، اقرب غرزة ليا بدخل فيها كده وبقفل الاول كده بمنزلقة كده ان انا بتمن الشغل معايا بأمنه تمام. بعد كده بشتغل غرزتين سلسلة، باجي بعد كده في الكورنر بتاع المربع ده اللي في الركن، الكورنر بتاع المربع اللي في الركن ده علشان اعمل الحردة بتاعت الجاليه او الجاكيت تمام. فبدخل فيه كده بشتغل فيه ثلاث غرز عمود بلفة، ادي واحد في الكورنر كده، اتنين، ثلاثة تمام، اتنين سلسلة، ادي واحد اتنين تمام، وبسيب غرزة اتنين، وبدخل في الثالثة كده بالشكل ده وبقفل بمنزلقة كده معايا بالشكل ده، وبدخل في الغرزة اللي بعد كده بعمل زي غرزة حشو زي ما زي كأني برتفع بغرزتين سلسلة عشان ارتفع السطر اللي بعده. فبدخل في الغرزتين اللي بعد كده بشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو تمام، وبلف القطع عندي بالشكل ده. انا لما كونت الثلاث غرز عمود بلفه ما بين كل الثلاث غرز دول عملت سلسلتين وسلسلتين، فالسلسلتين دول كونوا لي فراغين تمام. ركزوا معايا في الحته دي كده، كونوا لي ادي فراغ وادي فراغ تاني تمام. ففي الفراغين دول هشتغل في كل فراغ ثلاث غرز عمود بلفه، ادي واحد اتنين ثلاثة تمام سلسله، وبنتقل على الفراغ اللي بعد كده فاشتغل فيه برضو ثلاث غرز عمود بلفة، ادي واحد اتنين ثلاثة تمام. بعمل بعد كده سلسلة وبدخل في اقرب غرزة كده مقاربة ليا بدخل فيها كده وبقفل بمنزلقة وبسحب كده، بعمل غرزة سلسلة وبشد الخيط عندي كده بالشكل ده وبقصه خلاص مش عاوزاه. طبعا الخيوط الزايده دي بننضفها بابره التنظيف تمام طول ما احنا ماشيين. والظهر برضو اعمله بنفس الطريقه، ان انا بدخل هنا وبرضو بعمل هوضحها لكم تاني، برضو بدخل في الغرزه ديت تمام، اجيب الخيط بتاعي بعمل عقده البدايه كده زي عقده تمام، بعمل اتنين سلسلة، ادي واحد اتنين، وبدخل في الكورنر بتاع المربع تمام، ادي الكورنر بتاع المربع بدخل فيه كده بالشكل ده وبرتفع فيه ثلاث غرز عمود بلفة، ادي واحد اتنين ثلاثة تمام، اتنين سلسلة،
بدخل في اقرب غرزة ليا بقفل كده منزلقة، بعد كده بشتغل غرزتين حشو في الغرزتين اللي بعد كده، دي واحد اتنين تمام، زي بقى كأني برتفع برتفع سلسلتين وبدخل بيتكون عندي الفراغين زي ما وضحت لكم برضو في منطقة الوش الحردة ديت، بيتكون عندي فراغين فبشتغل فوق كل واحد ثلاث غرز عمود بلفة كده سلسلة، وبنتقل على الفراغ اللي بعده بشتغل فيه برضو ثلاث غرز عمود بلفة، دي واحد اتنين تلاتة تمام سلسلة، وبقفل ومنزلقة في اقرب غرزة تقابلني كده بالشكل ده، بدخل فيها وبقفل بمنزلقة وبعمل سلسلة كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، وبشد الخيط عندي وبقصه كده تمام. طبعا الخيوط الزايدة دي بننضفها. بعد كده الخطوة اللي بعد كده ان انا بعمل ايه، الخطوة اللي بعد كده بشتغل على حواف او اطراف الجالي كلها من فوق لتحت بنفس لون اللي احنا قفلنا بيه المربعات، بشتغل فيه غرزة حشو او غرزة نص عمود، بس يفضل ان انا اعملها بغرزة حشو عشان غرزة النص عمود هتديني ارتفاع ومش هتخلي شكل الجاكيت او الجالي معايا حلو تمام. انا هبتدي اجيب دلوقتي هعمل اخر قفلة في الجالي او الجاكيت اللي معايا ده تمام، هبتدي اشتغل على حوافه كلها داير ما يدور كده كلها، بنبتدي من هنا من الطرف ده بنشتغل كده، بصوا خليكوا واضحين معايا، نشتغل من هنا ركزوا معايا في الحتة دي تمام، وناجي هنا نشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو عادية جدا، وناجي هنا بنشتغل في الكورنر ده عشان يدينا الدايرة او القطعة الدائرية كده بتديني تدويرة مش زي حرف ال، لا عايزاها تدويرة، فبنشتغل فيها هنا ثلاث غرز حشو، بعد كده بنشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو عادية جدا، بناجي في الكورنر ده برضو الركن ده بنشتغل فيه ثلاث غرز حشو، بعد كده بنشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو عادية جدا، اشتغل هنا بعد اي ركن يقابلني بشتغل فيه ثلاث غرز حشو، بعد كده هنا غرزة حشو وهنا ثلاث غرز حشو وهكذا تمام. بنيجي بعد كده في الدورانة دي بنشتغل برضو فوق كل غرزة غرزة حشو وهكذا لحد ما بوصل لأطراف الجلي كله كده فوق كل غرزة غرزة حشو تمام، لحد ما بنوصل بعد كده داير ما يدور كده زي ما انتوا شايفين، لحد ما بوصل لنهاية القطع عندي كده بالشكل ده. فأنا هنا هبتدي أوضح لكم بس البداية كده، هدخل هنا في الكورنر كده معايا كده بالشكل ده، هدخل فيه كده وهقفل منزلقة، بعد كده هعمل فوق كل غرزة حشو عادية جدا كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، فوق كل غرزة غرزة حشو كده باكي هنا في الكورنر ده بشتغل ثلاث غرز حشو، ادي واحد اتنين تلاتة علشان تديني الدورانة بتاعة القطعة عندي تبقى مدورة كده تمام. بعد كده بشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو عادية جدا لحد ما بوصل للكورنر التاني، بكرر نفس الطريقة فوق كل غرزة حشو غرزة حشو عادية فوق كل غرزة غرزة حشو عادية، باجي هنا في الكورنر ده بشتغل فيه ثلاث غرز وفي الكورنر ده برضو ثلاث غرز وفي الكورنر ده ثلاث غرز، بعد كده بشتغل بس فوق كل غرزة غرزة حشو عادية جدا. انا مش عايزة اطول عليكم عشان مدة الفيديو ما تبقاش طويلة،
فاحنا القفله المعتاده بتاعتنا اللي هي غرزه الحشو عارفينها زي ما وضحتها لكم هنا، تمام تمام. وهنا بنجي هنا من جوه برضو بنشتغل فوق كل غرزه غرزه حشو عاديه جدا، مش من غير اي تزايد ولا اي حاجه، عشان هنا احنا عاملين الحرده والدورانه بتاعه الباط، تمام. والدورانه هنا برضو بنشتغل فوق كل غرزه غرزه حشو عاديه جدا، وبنقفل طبعا الخيوط الزايده بننظفها وكل حاجه بنشيلها، وبنظبط الجالي بتاعنا او الجاكيت بتاعنا. بعد كده بيبقى كده انتهى طريقه عمل الجالي، وبكده بقى انتهيت من طريقه عمل الجالي او الجاكيت. طبعا زي ما وضحت لكم احنا نقدر نعمله صيفي او شتوي. ودلوقتي وصلنا مع بعض لنهايه الفيديو، اتمنى تكونوا استفدتوا وقدرت اشرح لكم طريقه عمل الجالي بطريقه سهله وبسيطه. لو عندك اي ملحوظه او استفسار تقدري تسيبي كومنت اسفل الفيديو او على صفحتنا على الفيسبوك، هتلاقي اللينك موجود اسفل الفيديو. متنسوش تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشجعوني بلايك وشير لو عجبك الفيديو عشان اقدر اوصل لعدد ناس اكبر. وتقدروا تتابعونا على الويب سايت بتاعنا او على صفحتنا على الفيسبوك وتويتر وانستجرام، هتلاقي اللينكات موجودة اسفل الفيديو. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا اله الا الله.